النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا وبيمس سيدات كتير جدا، اكتئاب ما بعد الحمل. يا جماعة ده مش دلع ولا هزار ولا واحدة تقعدي تقولي لها عدي شوفي ربنا اداكي ايه. طبعا شوفي ربنا اداكي ايه كل حاجة، بس اكتئاب ما بعد الحمل ده مرض، ومرض خطير وممكن يؤدي لحاجات ما هياش لطيفة، بالذات ان احنا في بلدنا دي احنا ما بنوجهش العناية الكافية ولا الوعي الكافي ان ده مرض زيه زي السخونية زي البرد زي اي حاجة في الدنيا. الواحدة بعد ما بتولد بيحصل عندها دروب في الهرمونات جامد جدا، هرمونات كانت مديها شوية سعادة، هرمونات كانت مديها شوية هدوء، هرمونات كانت بتعملها حاجات كتير جدا. الدروب الهرموني ده مع شوية تغيير الجسم مع نمط الحياة الجديد مع التغيرات الشديدة في حياتها بيؤدي لمرض موجود في الكتب وفي الحياة ما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة. هل اكتئاب ما بعد الولادة ده دايما محتاج علاج؟ في معظم الحالات محتاج علاج. هل كل الأمهات بتمر بيه؟ 90% من الأمهات بتمر باكتئاب ما بعد الولادة بصورة أو بأخرى. في بعض الناس بيجي لها الدور ده، خلوني أسميه دور، الدور ده على الهادي شوية، يعني يجي لها شوية نرفزة شوية اكتئاب، مش قادرة تتكلم مع الناس، مش قادرة تبص لنفسها في المراية، ممكن الموضوع يوصل لدرجة انها مش قادرة تشوف المولود الجديد، مش قادرة تتعامل معاه. ده مش معناه ان هي بتكرهه او معناه انها ام مش كويسة، ده معناه انها ام مريضة ومحتاجة علاج. العلاج ده نفسي وعلاج طبي وعلاج هرموني، التلات حاجات دي لازم هيمشوا مع بعض. في بعض الحالات بتحتاج وقت، مجرد وقت وبتطلع منه. في بعض الحالات محتاجة علاج. فكرة ان انت تروحي لمين؟ انت محتاجة تروحي لدكتورة النساء او طبيب النساء المختص بحالتك في الاول. لو هو شاف انك محتاجة تتحولي بيحولك، لكن في الاول هو العلاج شوية علاج هرموني بسيط مع شوية حاجات بسيطة، وان حد يقولك انا عارف ان انت حبيبتي تعبانة، او انا عارف ان ده مرض عادي جدا، ما انتيش مجنونة ولا انت بتتدلعي او انت كارهة ابنك. شكرا.